ما حكم استخدام الطبلة؟ الطبلة الشبيهة بالدف لا بأس بها في الأفراح ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة فقالت: يا رسول الله، إني نذرت إن ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف. قال: إن كنت نذرت فافعلي وبالله التوفيق. أما إذا كانت لكم طبلة في بلادكم أيها السائل تختلف عن الطبلة التي في مصر، فبحسب الطبلة عندكم. أما الطبلة سمية الدف شبيهة الدف لا بأس بها على الوجه المذكور.